لعلكم تتذكرون هذا التصريح. ممتاز، وانا في يوتيوب راهم غدا لكل الذين يعني الان موجودين في هنغار في يعني ظروف يعني ملائمه غدا كل شيء بعد السنه السيد الوالي غنقوم بكم في ربيكم هو وحشتي بس على كل التدابير احنا في هذا الذي بالمناسبه. هنا هذا كما تتذكرون هذا التصريح لما يسمى بوزير الداخلية. وزير الداخلية هذا كان صرح يومها من أنه في 48 ساعة، وكانت خرجت في الإعلام وفي التلفزيون وتبون أعلن في 48 ساعة رايحين يسكنوا كل الناس اللي أصابتهم الفيضانات. خلينا نشوف إذا هذا الكلام صحيح. اليوم 28 جوان 2023 أول أيام عيد الأضحى، أول أيام عيد الأضحى. السلام عليكم. السلام عليكم. الناس وراي عايشة. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. الجزائرية احنا مجموعة من منكوبين كوادس ميستي. هاي الحالة اللي رانا فيها. انا معيدين الحمد لله. دخلني طونت. هذا النداء اللي وجهوه للسلطات المعنية. بلا ما ندخلوا شكون. ونطلبوا منهم يشوفوا لنا حل. سنينا سمانة، سنينا 20 يوم، سنينا شهر. رانا في 12 شهر. ومازال ما دار والو، ما داروا لنا حتى حل. وحنا عندنا حق، واش هي حقنا ما باش. راهم يقولوا لنا انتوما محصيين، انتوما كذا، انتوما كذا. والصح والله مازال ما لقيناش. نطلبوا من السلطات المعنية يديروا لنا حل. الناس راهي معينة في ديارها فرحانة. هذا فقط باش نقدم لكم انه في 48 ساعة مرة أخرى نذكروا هذه العصابات الإجرامية بأنهم يكذبون وأكثر ما يتنفسون، وهو الدليل. والحقيقة هذا واحد فقط من عشرات الناس، عشرات العائلات اللي راهي مرمية، إلا ما قلناش مئات العائلات اللي راهي مرمية منذ تلك الفيضانات اللي الآن راه عندها حوالي 3 ولا 4 أسابيع.